يحاول أبو محمد إيجاد حل لمعضلة تسجيل طفله في المدرسة. فبعد أن وصل إلى مدينة عنتاب قادما من إدلب منذ أقل من عام، حصل طفله على بطاقة الحماية المؤقتة، غير أن عمره سجل فيها بالخطأ أصغر بعام كامل عن سنه الحقيقي، فلم تقبله المدارس، واختار أبو محمد أن يضع ابنه في معهد خاص لهذا العام. والله رحنا يعني طلعنا الكمالك والوراء تعذبنا كثير، فمن تقريبا أسبوعين رح بدأ أسجله لابني بالمدرسة، فبتفاجأ أنه يعني ما بقبلوه لأنه متأخر سنة تمام من عمره، فما تم المدرسة يعني يوم أو يومين فما بقى لحق، ويعني الوراء كثير عم عذبوا. الحكومة التركية أغلقت المدارس المؤقتة بشكل كامل، حيث بلغ عدد المدارس 30 مدرسة في مدينة غازي عنتاب، كلها كانت تدرس منهاجها باللغة العربية. وبعد الإغلاق حولت الحكومة التركية الطلاب السوريين إلى المدارس الحكومية، وبسبب عدم تمكن الطلاب من اللغة التركية لجأ كثير من الأهالي إلى تسجيل أولادهم في معاهد خاصة تعلم اللغة التركية، ليستطيع الطلاب السوريون مجاراة أقرانهم الأتراك. مشان تتابع المنهاج، تتابع الوظائف، ترجمة نوعا ما، هذا بسهل على الطالب أنه يندمج مع رفقاته الأتراك، يتابع المدرسة، الوظائف، يعني بحيث أنه يضل مستوى الطالب السوري بالنسبة للطالب التركي يعني متوازي، أنه ما يصير كتير في تفاوت بيناتهم. وأثناء أيام المدرسة هي اختصاص أنه متابعة المنهاج كوظائف، كمذاكرات، كفحوصة، يعني يضلوا مرافقين الطالب طول أيام الدراسة والسنة الدراسية كلها. يعود إلى مقاعد الدراسة أكثر من 70,000 طالب سوري في ولاية غازي عنتاب وحدها، بحسب تصريح لرئيسة البلدية فاطمة شاهين، تمكن جلهم من تخطي حاجز اللغة الذي عرقل مسيرتهم التعليمية سابقا. مع بدء العام الدراسي مصاعب جديدة تواجه الطلاب السوريين في تركيا وأهاليهم، تحتاج إلى جهود مكثفة من الطرفين لتجاوز هذه الصعوبات وإلى تخطي حاجز اللغة أولا للاستمرار في العملية التعليمية. وإلى عادل، تلفزيون سوريا، مدينة غازي عنتاب، جنوب تركيا.